قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن قوات مجهولة أطلقت صاروخا من عيار 107 مليمترات على قاعدة تستضيف قوات أمريكية وقوات محلية حليفة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية قرب مدينة إرميلان، مشيرة إلى أن الصاروخ سقط خارج القاعدة دون أن يتسبب بحدوث إصابات أو أضرار. ويأتي الهجوم بعد يومين على تنفيذ التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية عملية إنزال في قرية ملوك سراي بريف قامشلي، أسفرت عن مقتل قيادية بالتنظيم وإلقاء القبض على آخرين. لنتابع التقرير. في أقل من شهر تتعرض للمرة الثانية قواعد التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة القوات الأمريكية لقصف صاروخي مجهول الهوية دون أن يسفر عن إصابات بشرية أو ضرر في المرافق أو المعدات. بيان للقيادة المركزية الأمريكية أكد أنه في وقت متأخر من مساء السبت الماضي تعرضت قاعدة أمريكية في مدينة إرميلان شمال شرق سوريا لضربة صاروخية، مشيرا أن الهجوم فشل في تحقيق أي إصابات أو أضرار. وبحسب البيان لم يسقط الصاروخ وهو من عيار 107 مليمترات داخل مجمع القاعدة، وعثرت القوات الأمريكية على صواريخ إضافية في موقع الإطلاق بينما تحقق القيادة المركزية في الهجوم. ولم تتبنى أي جهة الهجوم في الوقت الذي تتهم واشنطن فصائل مسلحة مدعومة من إيران بشن هجمات على القوات الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة. وسبق أن تعرضت قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي في دير الزور لهجوم بثلاثة صواريخ من عيار 107 مليمترات أيضاً في 18 من شهر أيلول سبتمبر الماضي. يشار إلى أن قاعدة إرميلان أنشئت عام 2014 وهي واحدة من مجموعة قواعد أمريكية تقدر بأكثر من 30 قاعدة بشمال شرق سوريا تتمركز أبرزها قرب حقول النفط كرميلان والعمر وكونيكو. للحديث أكثر حول هذا الموضوع من بيروت أرحب بالسفير المتقاعد والخبير في الشؤون الأمريكية مسعود معلوف. أهلا بك سيد معلوف في برنامج حديث اليوم. إذن ضربات متكررة لقواعد أمريكية أو للتواجد الأمريكي في سوريا، بداية هذه الضربة الأخيرة، من قد يكون أو من قد يقف وراء هذه الضربة الأخيرة، وهل للتوقيت أي دلالات؟ أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. الولايات المتحدة مثل ما جاء في التقرير لم تحدد بالضبط من هو المسؤول عن هذه الضربات، ولكن هنالك شكوك قوية بأن تكون قوات داعش التي قصفتها الولايات المتحدة وقبضت على بعض قياديها منذ في الأيام القليلة الماضية. ولكن الولايات المتحدة في الوقت الحاضر لن تعلن، حتى لو عرفت، لو التحقيق وصل إلى من هي الجهة التي كانت وراء هذا القصف، فالولايات المتحدة لن تعلن ذلك لسبب بسيط، وهذا رأيي أنا الشخصي، أنه في حال أعلنت ذلك ولم تقم بأي عملية ضد الجهات التي قصفت القوات الأمريكية، فإن ذلك سيظهر نقطة ضعف تجاه الإدارة الأمريكية. لذلك أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستسكت عن هذه الحادثة، وربما إذا حصل أحداث أخرى مماثلة في الأسابيع القليلة المقبلة فالولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل، لأن ذلك سيؤدي إلى تصاعد. نعلم جيدا أن بعد 4 أسابيع من الآن، في 8 من تشرين الثاني القادم، هنالك انتخابات نصفية في الولايات المتحدة. حزب الرئيس بايدن، الحزب الديمقراطي، ليس في وضع جيد جدا، ويخشى الرئيس بايدن أن يخسر الأقلية الضئيلة التي يتمتع فيها حزبه حاليا في الكونغرس. ولذلك الولايات المتحدة، إدارة الرئيس بايدن في الوقت الحاضر لا تتحمل إرسال جنود في أكياس جثث جنود أمريكيين بأكياس إلى الولايات المتحدة، فإن ذلك سيشكل نقطة إضافية لأخصام الرئيس بايدن لانتقاده أكثر وأكثر. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستسعى إلى حماية
جنودها قدر المستطاع كي لا يقع أي جنود ضحايا لمثل هذه الاعتداءات، وهي ستنتظر إلى ما بعد الانتخابات لتقرر الخطوات التي تود أن تتخذها في مثل هذه الحالات. من خلال ما تفضلت به سيد مسعود، يعني قد يكون هناك أكثر من طرف يستفيد من هذه الضربات المتكررة ضد الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. الصاروخ لم يكن له أي تأثير، لم يكن هناك خسائر. ما الهدف من هذه الضربات المتكررة؟ لماذا تتكرر؟ ما هي الرسائل بالضبط؟ إذا كان هناك أكثر حتى من جهة توجه اليوم ضربات لواشنطن في سوريا. نعرف أنه في سوريا حاليا أعداء كثير للولايات المتحدة، أعداء كثيرون. هنالك التنظيمات الموالية لإيران، هنالك داعش، هنالك طبعا النظام الذي لا يناسبه أن يكون وأن يوجد قوات أمريكية على أرضه، وربما أي من هذه الأفرقة له مصلحة أن يظهر ربما تجاه حلفائه أو ربما تجاه الولايات المتحدة بأنه موجود على الأرض وبأنه لا يقبل بهذا الوجود الأمريكي، خاصة وأن قوات داعش وبعض الأعداء الآخرين للولايات المتحدة يتهمون الولايات المتحدة بأنها تأخذ البترول من الأراضي السورية وتتصرف به. فهذه أمور ربما تقوم هذه القوات المعادية للولايات المتحدة ببعض العمليات، ولكن أنا شخصيا لا أعرف بالضبط أي جهة تقوم بمثل هذه الأعمال العدائية للولايات المتحدة. ماذا بالنسبة لروسيا؟ هل من الممكن أن تقدم على مثل يعني هذا العمل، أو ليس بالضبط هذه الضربة، هل من الممكن على المدى القريب أيضا أن تحاول أن تزعج الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا؟ من الطبيعي أن يكون لروسيا مصلحة في إضعاف الولايات المتحدة في سوريا وفي أي منطقة أخرى من العالم، ولكن على ما يبدو في الوقت الحاضر القوات الروسية في أوكرانيا متعثرة، ولهذا يقوم الجيش الروسي بقصف عشوائي على المدن وعلى المدنيين، وهذا دليل واضح بأن العمليات العسكرية ليست ناجحة. لو كانت العمليات العسكرية تؤدي النتيجة المرجوة لما اضطر الجيش إلى قصف المدن وبقية المناطق. لذلك أنا أعتقد حاليا أن روسيا منشغلة في أوكرانيا ولا تستطيع أن تخصص جهدا آخر لمناطق أخرى من العالم مثل سوريا لإضعاف الولايات المتحدة، ولكن طبعا أي إضعاف عسكري أو غير عسكري للولايات المتحدة هو بالنتيجة لمصلحة روسيا. ولكنني أكرر أنني لا أعتقد أن روسيا في الوقت الحاضر عندها الترف للاهتمام بمناطق أخرى من العالم في الوقت الذي نرى الجيش الروسي يتعثر تعثرا كبيرا في أوكرانيا. انعكاس استمرار مثل هذه الضربات سيد مسعود، يعني الولايات المتحدة برأيي أنا لن تعلن حاليا عن المسؤول في ذلك، لأنها ستضطر في هذه الحالة الرد، والرد سيأتيه رد آخر، وربما ستتعرض الجنود الأمريكيون لبعض الخسائر، وهذا ما لا تستطيع أن تتحمله الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة الرئيس بايدن. لذلك أنا أعتقد أن ربما ستزداد مثل هذه العمليات ضد القوات الأمريكية لحثها على التدخل، لحثها على القيام بعمل ما لرد أكثر لإصابة بعض الجنود الأمريكيين، لأنهم سيسجلون في ذلك، أولئك الذين يعتدون على الجيش الأمريكي سيسجلون انتصارات لهم. ولكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما يمكن القيام به لحماية جنودها في الأسابيع القليلة المقبلة ريثما تنتهي الانتخابات، وبعد ذلك سنعرف من سيفوز في الانتخابات، وستتصرف الإدارة، إما الإدارة الحالية إذا استمرت في أكثريتها في الكونغرس، أو
إدارة أخرى، الإدارة لن تتغير ولكن القرارات ستكون خاضعة لأكثرية في الكونغرس، قد تكون غير موالية للرئيس وقد تنتقده أكثر وأكثر. فالموضوع في خلال الأسابيع القليلة القادمة ستتبلور الأمور، وسنعرف أكثر من الذي يقف وراء هذه العمليات العسكرية ضد الجنود الأمريكيين وضد القواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا. يعني اليوم سياسة الرد على هذه الضربات ستكون مرهونة بنتائج الانتخابات المقبلة إلى حد ما. أنا لا أعتقد أنه سيكون أي رد عسكري حاليا إلا في حال ازدادت كثيرا الاعتداءات على القواعد الأمريكية، عندئذ سيضطر الرئيس بايدن إلى اتخاذ قرار بالرد على هذه العمليات، ربما بقصف جوي، ربما بطرق أخرى. ولكن إذا بقيت العمليات محدودة ولن تؤدي إلى أي خسائر مادية أو في الأرواح، فإنه من المرجح أن لا تقوم الولايات المتحدة برد على مثل هذه العمليات. سؤال أخير اليوم بشكل عام، ما هي التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا؟ أولا، الولايات المتحدة الآن مثلما روسيا هي غارقة في مشكلاتها مع أوكرانيا، كذلك الولايات المتحدة في دعمها لأوكرانيا عسكريا وماليا ودبلوماسيا وفي الأمم المتحدة منشغلة الولايات المتحدة في هذه الأمور، ولذلك لا أعتقد أنها عندها الترف لتخصيص جهود لمناطق أخرى مثل سوريا في الوقت الحاضر. ولكن بعد أن تتبلور الأمور سواء في الانتخابات أو في أوكرانيا، خاصة وبعد أن زاد الرئيس بوتين الآن في هجومه على المدن الأوكرانية التي بعيدا عن الجبهات، ستكون الولايات المتحدة منشغلة أكثر وأكثر في ذلك بإرسال الأسلحة المضادة للطائرات والمضادة للقذائف. الولايات المتحدة عندها تحدي كبير في روسيا، عندها تحديات كبرى في الصين، عندها تحديات اقتصادية في الداخل، عندها تحديات مع الدول الأوروبية التي الآن لديها غلاء فاحش، وربما بعض التحركات الشعبية نتيجة للتأييد الكبير الذي تقوم به هذه الدول لأوكرانيا في حربها ضد روسيا. من هذا المنطلق أنا شخصيا أعتقد أن الولايات المتحدة ليس لديها الآن الوقت الكافي للاهتمام بالملف السوري، بالقضية السورية، إلا إذا طرأ ما ليس في الحسبان في الوقت الحاضر بعض التطورات الكبرى الكبيرة مثل هجومات كبرى على قواعدها العسكرية أو أي أمر من هذا النوع، عندئذ ستجد نفسها مضطرة للتدخل، وإلا فإن في الوقت الحاضر أقلا ليس لديها الإمكانيات للاهتمام لا في سوريا ولا في لبنان ولا في أي مناطق من المناطق الشرق الأوسط، بما فيها الملف النووي الإيراني الذي هو أيضا تحد كبير، ولكنه الآن موضوع مجمد بانتظار ما سيستجد في أوكرانيا. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من بيروت، السفير المتقاعد والخبير في الشؤون الأمريكية السيد مسعود معلوف، شكرا جزيلا لك من جديد. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم.